الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، القاعدة التي بعدها: البلوغ شرط وجوب لا صحة. البلوغ شرط وجوب لا صحة. فلا تجب التعبدات إلا على البالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم لا أحد ينام، انتبهوا، وذكر منهم وعن الصبي حتى يبلغ، أو قال حتى يحتلم. فمتى ما رأى الصبي علامة من علامات البلوغ المعروفة وجبت عليه التعبدات، لكن قبل ذلك لا تجب عليه. طيب، لا تجب عليه، لكن لو فعلها فإنها تصح منه، تصح منه، لأن البلوغ شرط وجوب فقط، وفوات شرط الوجوب لا يبطل العبادة، فوات شرط الوجوب لا يبطل العبادة.